والمرجله ما تزل السلام الله على كل وافي وافي والمرجله ما تزل يا سلام الله على كل وافي وافي والمرجله ما تزل يا سلام الله على كل وافي وافي والمرجله ما تزل سلام الله على كل وافي وافي والمرجله ما تزل مرحبا سلام الله على كل وافي وافي والمرجله ما تزل يا سلام الله على كل وافي وافي والمرجله ما تزل يا سلام الله على كل وافي والمرجله ما تزل يا سلام على كل وافي والمرجله ما تزل الله يعافيكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله طيبين بارك الله يا مرحبا كيف انتم الله يعافيك طيبين الله يسلمكم حياكم الله الله يعافيكم يا سلام انت علم كل علمك انت ها انت ضيفه ها علم من عفاك والله شر من جاك هم ضيفه اصلا علم من عفاكم ضيفه شر من جاك قال يا سلام جيناك يا اخوي ياك اللي تشوف الحاضر عينك تشوفه والغايب بظروفه ها الشباب ذولا نحمد الله نشكره فازوا بالكرنفال عندك المركز الاول الله يجعله مبروك الله يبارك فيك وايش انت ماخذ المركز الاول المركز الاول فين في التمثيل في التمثيل هذا المركز الاول في التمثيل وعندك بطل الكرنفال اما ذا فما معذور عندي كلمه خلص وانا ماخذ ان المركز الاول في الانشاد كفو وجيناكم مشاركين ومباركين والله لو الداعي غير ذا الداعي خلاص ان يمتلي المكان بالرجال ان تمثل الملوك البنوك بالمال خلاص اعفاك ولا اكفي ولا ازيد على كلام ابو دنعت حرف ونعم لكن ما عليك سؤال الثلاث المراكز نهديها لل الكسر المصاب والكسر والجبر جاء من احبابه جميلة تابي طبعا ما قدر يشارك عشان كسره اما ذاب انه اخذ مركز ما شاء الله خلاص نرحب بالرجيع عشان نبدا الله يحييكم مرحبا يلا تفضلوا تفضلوا حياكم جميع يا مرحبا بكم طيب يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم كل خير إيه هذه المقدمات الحلوة نبي كذا الأكشنات هذه الجميلة إيه لا خذوا راحتكم أنا أصلا في الدورات لما أقدمها عندي لو كان معكم جوالات كنت بقول خلوا الجوالات معاكم اللي بيتصل يتصل اللي بيطلع يطلع دائما لو أنا أقول لك في الدورات اللي عندي بس يعني لو أنه في جوالات إيه فتخيلوا أنه معكم جوالات عموما أنا قبل ما أبدأ يعني استوقفني يعني تقصير مني أنا كنت منشغل أمس ما فما دريت عن اللي صار يعني أمس من أحداث وتضايقت جدا يعني على اللي صار يعني من طلوع محمد أيا كان قرارات الإدارة حزنكم ناس مع ناس ضد قاعد أشوف والله قاعد أشوفه في الطريق الآن يعني أنا اللي تخيل 24 ساعة أنا ما أدري عن الخبر لكن سويت قراءة أيا كان أيا الشخص طلع من عندكم كلكم فيكم الخير والبركة وما عليكم زود لكن لازم نعرف شيء أنه محمد راح إلى حياة جميلة جدا 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 يعني خروجه من هنا مو نقص أبدا وهذا أتوقع أن تعرفونه أن الخروج هناك هي الزيادة هناك هنا هنا هناك الوهج الأمر الآخر في خيرة دائما يعني مو بتكلم على القرارات في ناس بيقولوا ظلم هذا قرار إداري طلع منها أيا كان ما نقدر نتكلم عليها نمشي على القوانين اللي فيها لكن الشيء المهم جدا أنه أنت تعرف وين الفأل وين الخير وين أذكر في زد رصيدك أو في برنامج والله ما أدري والله برنامج من برامج طلع واحد من المتسابقين سبحان الله كنا هو العلي الوهج يوم طلع سبحان الله يعني بان الوهج في البقية يعني أوكي فيكم الخير وكل فيكم بالتنافس لكن خروج محمد قد يعطي ضوء على شخص آخر يمكن الناس ما انتبهت له وهذه خيرة سبحان الله يمكن ما تقدر تقولها أنت يخشى الناس إنه إذا قلتها يحسبون أن فيها نوع من الغيرة أو الحسد لكن يسمعها واحد متطلع أنا قاعد متابع فهذا اللي قاعد تعيشون أنتم إنه فيه خروج محمد بيعطي فرصة فوكس إني أشوف شخص ثاني
ممتاز. وأيضا هو حياة أخرى لمحمد. هذه القراءة اللي لازم نفهمها. فالله يوفقكم يا رب، وإن شاء الله بإذن الله من أفضل لأفضل، النشاط أجمل. كنت متوقع يوم شفت هذا قلت أوف، أنا أشوف نفسيات الشباب اليوم، لكن شفتها أجمل وأجمل، وهذا هذا الشيء اللي معتاد منكم. طيب أنا أبدأ معكم مع الكاميرا. إيه طبعا، إيه طبعا، أعطوني تحية لمحمد عطية كاميرمان صديقي، صديق محمد يعني من 7 سنوات، حبيب قلبي، فاليوم معانا ويشاركنا إن شاء الله بإذن الله. راح يكون معانا في التصوير وراح نعيش فعلا. والشيء الجميل إنه راح يعني ننقل هذا الشيء، هذه بث، فبالتالي قاعد نعيش كل تفاصيله. المايك هاند هنا موجود. لكن قبل ما أبدأ، في شيء مهم جدا أبغاكم تضيفوه من ضمن الدورة. قد تتكلم الآن، أبغاك ترتجل، وعندك ويمكن الشعراء هم متميزين في هذا الشيء، لكن واجب عليهم طبعا، ما في مغفرة لهذا المكان. لكن الشخص الثاني دائما المقدم إذا طلع على الشاشة يبغى يتكلم، الناس ترى تدقق على كل كلمة قالها، خاصة إذا كان يسمونه مذيع دائم. إذا طلعت على الشاشة، مشاهدين الكرام السلام عليكم، بكرة مشاهدين الكرام السلام عليكم، ملل خلاص. دائما يقولك بين فترة وفترة حاول إنك تغير مصطلحاتك. يعني اليوم السادة المشاهدين أهلا وسهلا بكم، بكرة أعزائي المشاهدين النهاية شوفكم على خير، ابقوا معنا الفواصل، هذه حاول إنك تغيرها. أيضا في بنسوي لعبة الحين بسيطة جدا، هذه يعني هي لعبة بس إنها تزيد عندك، يقولك المفردات، مفردة الكلمة دائما حتى في الشعر، إذا أنت قلت مثلا أبيات شعر وما كان فيها مفردات جديدة ما تبين ثقافة الشاعر. نفس الحكاية الإعلامي، أنت تتكلم يعني فرضا من مو من الغرائب، لكن جيب كلمة مثلا يعني مثلا في اللغة الإنجليزية، ترى تدري إنه فيه بعض المفردات ما يعرفها أيضا صاحب اللغة الأم، تيجي تكلم معه لأنه ما فاتح القاموس. أنت كلماتك محدودة، لو تجمع كلماتك من يوم انولدت تلاقيها مثلا 7,000-8,000 كلمة. طب وين الجديد؟ طب فيه معنى مثلا يعني بخلة معناها قد ترى على أهله، معناها ليه ما استخدم المفردات الشاعر قد يكون عنده هذا الشيء، لكن بعض الإعلاميين يا أخي استخدم اليوم مثلا يقول أعطوني مفردة ومقابل لها بكلمة ثانية. زارة أعطيني، سلم، سيارة، أقبل، مشى، جرية، يعني كل واحدة لها معنى. بس إنه إيش يعني كل واحدة لها، حتى يذكرني يعني شاعر، أتوقع شاعر مصري هو شايب بس ما أدري هو توفى ولا موجود، يا أخي قال كلمة حلوة. يعني أنا يمكن هذا يستوقفني قبل ما نبدأ فيها عشان أقول لك مفردات الكلمات. يقول لك يعني قاعد يتكلم عن بيت، أقسم بالله كذا أنا وقفت والله بكاني، دمعت عيني الكرياتيف اللي موجود في الأبيات. يعني كيف استنبط ما أدري كيف الشعراء هذول يا أخي مجانين والله العظيم. معليش، قاعد يقول أنه يعني أنت كلكم نؤمن أنه الحياة الآن، يوم أقول كم عمرك يا معجب بتقول عمرك خلاص. هو قاعد يفسر العمر بطريقة ثانية، يقول أنه هو عبارة، شفت الكالندر التقويم، إذا انشق ورميت الله يكرمك في الزبالة، معناه أنه أنا الآن مثلا عمري، طبعا ما بقول عمري اليوم مع أنه ميلادي اليوم خلاص اليوم يستاهل شكرا. سنة حلوة يا أحمد، وين الكيكة؟ سنة حلوة يا أحمد، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا أحمد. شكرا شكرا، الله يعطيكم العافية، يعطينا الله يسعدكم يا رب إن شاء الله، طولة العمر لنا ولكم يا رب على الطاعة، آمين وياكم يا رب. فقال هذا قاعد يتكلم إنه يقول إنه كل يوم يروح تقضيه يعني انتهى، هو عبارة عن موت، مات. يعني سؤال، هل نقدر نرجع للأمس؟ مستحيل. فبالتالي رقم مثلا أنت عمرك 29 أو 4 أيام، اليوم الثالث هذا راح، مات لن يعود. فقال كلمات حلوة، قال 60 موتا بي، يعني عمره كم؟ 60. فهو قال من ألم الحياة قاعد يتكلم، يقول 60 موتا بي وبعد مراهق، تراني مراهق إلى الآن يعني ما زلت صغير في السن. قال إيش الدليل؟ قال شيب سوايا، شوف لك واحد شيبة، يعني تقول له يا الشايب، قال شيب سوايا، فها دموعي طفلة، يقول دموعي على براءتي ودموعي هي دموع طفلة.
احمد بخيت، احسنت، انا ودنا نسيته. اي نفس المعنى والفكره في شعر نبطي، ايش اسمه؟ نعد الليالي، نعد الليالي والليالي تعدنا. البيت نبطي يقول نعد الليالي والليالي تعدنا، فعليا احنا نعد الليالي والليالي هي اللي تعدنا. نعد الليالي والليالي تعدنا، العمر يفنى والليالي تدايد. الله 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 الله. شوف يعني عشان كذا نقول لك استنباط الكلمه احيانا، يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم اعطي جوامع الكلم، احيانا في كلمات بسيطه والله تقعد تعطيني خطبه كامله، بس اجي اعطيك كلمتين خلاص انتهى، هي وصلت الرساله وانتهى. فلذلك دائم خير الكلام ما قل ودل، استنباط الكلمات البسيطه. خلينا نلعب لعبه قبل ما نروح للتدريب، لعبه نعيشها في حياتنا لها شروط. وانتم مكانكم بعطيكم حرف من الحروف، الحرف هذا اعطني اي كلمه، جماد، حيوان، انسان، اي كلمه تطرى في بالك. الشرط منك ايش؟ 5 ثواني مهله ولا تكرر، لا تكرر. قال جبنه، لا تقول جبنه. خلاص؟ بدا من جبنه، حرف الجيم، حرف الجيم، يلا بسم الله. جبن. جبن. جاسم. جاسم. جهبل. جزان. واحد. اثنين. جورج. جمباز. جو. جربوع. تكفى. شركة. أسرع. جبلة. جانا. جانا فعل. فعل. أنا أبغى اسم. إيه؟ لا 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 تجي تجي. لا لا. جميل. جانا هذا اسم عندنا. جميل. 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 يلا. ما أبغى فعل، أبغى اسم. جرجير. جرجير. قالها الجرجير. قال الجرجير؟ لا. قالت الجرجير؟ لا لا. لا عندك عشان تتفاك عشان الفكرة. أنا عندي ثلاثة. اثنين. جواب. جملة. جومان. جيتسو. جفير. واحد. جدي. جدك. سلم عليه. تذكر جدك. جردي. جردي. جوكر. مشعل. ايه جيناهم. واحد. جيناه وجيناهم. لها مشتقات كثيرة. اثنين. واحد. جن. اثنين. جن. جن. قالوا جن؟ لا. كني سمعتها. جديلة. جديلة. عندك عندك. أنا عندي. ايش هنا ناس نفسي. جرير. جريش. جرير وجريش خذ الثنتين. طيب. واحد. طب خلينا نغير. نون. سريع. نواف. ناصر. نور. نملة. نورة. نايف. سريع. وش فيه؟ شوي نوره. عندك مشكلة أنت ما. إيه عندنا مشكلة نوره يعني. نور. طيب. نور. نوف. نور. نور. قال نور. وين نور؟ من قال نور؟ لا لا قال نور نور. أنا قلت نور كنور مو باسم. الله هذه التكسيرات ما نحسبها. إحنا عندنا شاشة. ما مش غيرها مش على بسرعة. واحد. واحد. اثنين. احسب له. ثلاثة. نمق. أربعة. نمق. الله الله. خلنا اضيق الدنيا. حرف الضاء. الضاء مو الضاء. الضاء بالعصا. ظلام. ظلام. ضياء. ضياء. لا ضياء. 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 ظلال. ابغى ضاء. ظلام. ظلام. إيه. ايوه. واحد. اثنين. ثلاثة. يا كثر المفردات. أربعة. هذا هو شاعر. راحت من بالي. خمسة. أنا بقول لكم إيش السبب. ظالم. الله يكفينا شره. ظلمات. ظلمات جمع ما نبغى، لا جمع ولا مثنى ولا مفردات، عفوا لا ولا افعال. واحد. اثنين. دقيقة. ثلاثة. ظل. ظل. لا هذا قلت. لا الظل بعيد انا. ايه. على قلبه. ظل. لا الظل ضع. ظرف. ظرف. ظافر. ظافر. ظفر. ظفر. ظلم. ظلم. ضعنا. ضعنا. لا ضاع 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 بالضاء. ضاع مشتقات وضعنا ضياع بالضاء. انا ابغى الضاء. العمود. العمود. واحد. مشعل. اثنين. ثلاثة. ظروف. ظروف. ضاجر. اكبر ضاجر. ضاجر. نعم عندك ضاجر. لا لا انا ضبي. ضاء صغير. انا ضاجر. لا لا ضاء ضبي قلتها. لا ما قال اللي هو من الضجر تقصد انت. ايه طلعت انت. سريع سريع خل اخذ دوره. ضبطني. ضبطني. اجر بضبطك. ضبطني. ضاء. برا يا احمد عنيف. ضبيان. 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 ضما.
لا حق الضابط ضابط من الضبي ضابط ضابط لا ضابط عصا عفوا لا بدون عصا لا ضابط ضابط بدون عصا يا عيال بدون عصا يا الرسا ضابط صح 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 احسنت يعني احسنتم وانت اخطيت ايه ضمضم 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 وش اسم فارس هذا معروف لا 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 غلط لا لا معروف بدون لا لا معروف عرف احد انا ما نعرف ما اعرف تشكيلتي كلمه عشان ما ادري بالضاء ولا الضاء لا ضاء من الضمه اتوقع انها بالضاء اي الضاء اجيب كتاب ضاء لا اثبت لا 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 طيب بمشيها لك بعد ضيم ضافر لا 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 ضافر دقيقه قال ضافر بدون عصا الضيم لا لا ضيم والله بدون عصا الضيم عصا العصا يا خلي الحين عصا فهد برا ضافر قلت قلنا برا مش قال ضافر يا قلت ضافره ضافر في بنت اسمها ضافر؟ إيه لا 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 والله جميل لا والله فيه فيه صح ظالمون ظالمون جمع جمع ما يعني ما ظالم وقال ظالم ظالمون إيه جمع جاب ظالم طيب طبعا هي لو تكملوها فيها يعني مثلا في ضفائر لو تدور اكثر من مره على الحرب الرائد فعلا توقف في اشياء مسببات الان تخليك يعني قلت انت شاعر ترى الان لو يجلس يقعد لحاله ويقعد يفكر قبل النوم تطلع مفردات ما عمرها طلعت في حياتك. السبب ان انت الان تحت ضغط خلاص انا قاعد احط لك توقيت فوق ذلك تنافس فاحيانا دائما وقت الضغوط احيانا لما تجهز كلمه تقول طلعت قدام المسرح راحت ليه؟ في ضغوط معينه قاعد تاثر فيك. لذلك يقولون دائما متى يستلهم الانسان افكاره؟ متى؟ اعطوني قبل النوم واحد وقت الشاور وقت الشاور احسنت احسنت اثنين العظيم هو الوحده صادق وقت الشاور ذا هو الحاله اي اي وين وين انا في اماكن معينه مثلا وانا اشرب شاي صدق والله لا اي يعني مثلا اذا كنت مثلا جالس في في ما في ملهيات ما في جوال ما في طيب الوحده في دوره المياه دورة المياه احسن ترى والله فعلا قالوها دورة المياه شاور ليه لانه اتفضل وانت ماسك خط وانت قاعد تسوق قبل النوم قبل النوم قالوها شفت اللي يجيك قبل البرد ايوه تغرب الشمس عصير تكاك تبدا الفضفضه تبدا الفضفضه طقها لي دائما تنقص وقت عصريه روحه العصريه احيانا يسمونها السورس المسببات الخارجيه تكون مهيئه ما يجيك واحد مثلا يقول والله اني ارتحت لك يا ماجد وتفرط السبحه عنده وانا اول مره تقابله ليه؟ احيانا روح الشخص الطبيعه في مسببات اسمها سورس قاعد تسبب لي فانا ارتاح فاتكلم فتخرج فقال لك النوم ليه دائما الصلاه من ضمنها لذلك سبحان الله الشيطان والله بغيت اقول الصلاه صلاه صلاه فعلا والله ما نصر افكار تطلع لك الصلاه تدري ايش يقول شاعر يقول الفكره اللي ما طرت للشياطين الادمي تطري عليها بصلاته الله عليه ليه في اتوقع قصه لاحمد بن حنبل انه واحد قال مضيع ما ادري كنز او شيء زي كذا قال راح صلي وراح قال راح صلي مره ثانيه قال صلي 100 ركعه سبحان الله الركعه السادسه او السابعه او شيء زي كذا قال وجدته يا احمد ليه الشيطان شيطان هي عشان كذا يقول لك دائما لانه الفتره هذه يقول فتره استرخاء عشان كذا انتم الحين تحت ضغط تحصل دقيقه اصبر بس لو تجلس مع بعض الحين لو كل واحد يعطيه ورقه الحاله اقول لك بكره جيب لي اياها تحس تصلي حرف الضاء كله واليوغا بعد اليوغا اللي هي اللي يسمونها المديتيشن التأمل صح احسنت طيب نبدا بال شو اسمه يلا بسم الله الان المرحله الاولى هي مرحله مراسل طيب راح تكون على الشاشه مراسل خلاص ابغى واحد اثنين في الاستوديو ايش رايكم ايش رايكم طاوله ابى اتعبكم شوي خلاص لا نبغى ناخذ الكرسيين هذه مع الكاميرا ذي هذه كاميرتكم هنا كرسي وهنا كرسي وهنا طاوله خلاص هذا برنامج هنا كرسي وهنا كرسي وهنا طاوله حط مزهريه ضبط الكرسي لا هنا كذا 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 لا لا كذا كذا الكاميرا هذه الكاميرا ذي كذا ايوه ايوه هنا الطاوله في النص ايوه ميله شوي ايوه ليش قلت لي ميله لانه احيانا اذا كنت انت كمذيع المخرج مثلا يجي يقول لك تزود كذا بتاخذ البروفايل فانا لازم اكون ايش بهالنقطه فعاده نكون خلينا نروح جانب اخراجي اي خلاص بس حطوا لي مزهريه خلينا نعيش دائما دائما اذا كان هنا الوضع ذا يعني عشان تاخذ خبره اعلاميه مع المخرج كم تتوقع تتوزع كاميرا عندي هنا هنا لا لا خل ذي كاميراتك انا كاميرا زي هنا كم تتوزع لبرنامج عندي هنا كاميرا خلكم معي 4 الى 6 انا اشوف
ما ابغى كذا، ابغى اعطيني اياها وين تنحط. طيب اول كاميرا راح تكون مواجهه لك. حلو بالضبط، اللي هي مثلا انك تبي تبدا او هذا. الكاميرا الثانيه، ثاني كاميرا اللي تعطيك البروفايل زي ما قلت. حلو. الكاميرا الثالثه اللي تعطيك لونج انت وضيفك. الله عليك. الكاميرا الرابعه تكون على ضيفك بنفس الوضعيات اللي قلتها لك. حلو. في كاميرا ثالثه طويله الكرين. احسنت، تحيه لانفسكم يا جماعه الكرم. وفي كاميرا ثانيه يسمونه كاميرا هروب. ليه؟ احيانا تضرب دي عليه الكاميرا اللي هنا، طبعا غير اللونك، واحده على الضيف، تيجي واحده اختها جنبها على طول. احيانا يمكن مشكله هنا فوكس هنا، ادري شلون الكاميرا هذه تنفع او الضيف يخرج. اي طبعا هذه ذكر كل كاميرا، طبعا كل ما زادت الكاميرات كل ما زاد الانتاج، كل ما زاد قيمه المصور، كل ما. طيب انا ابغى بما انكم لابسين بدل كذا احمد وصالح كذا، كنه برنامج كذا يعني، كنه ما ادري وين لبنانيين. طيب طيب انا ابغى مراسل. طيب انا ابغى مراسل. لا 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 تحرك، لا تحرك. ماجد. لا حد يحرك. طيب ماجد، ماجد وفهد. طيب فهد بعد الان. حرك فهد انت الحين هنا يا اخي، توكل خلاص، خلي يحدد لك يا اخي احمد وين مكانك. طيب مضبوط. طيب شباب خليكم معي، ما ابغى توزيع، خليكم معي، خليكم معي هنا. طيب دردشة بسيطة، استفتاح. السلام عليكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم، كذا كذا خلاص. تقرير، تقرير ايش رايك؟ انا استشيرك، وين احمد متواجد مثلا في يتكلمنا عن زحمه الشوارع وكيف. خليني يقول الحين مثلا في في حديقه، في احد المنتزهات اللي موجوده، او افتتاح فعاليه بوليفارد. بوليفارد ولا في الثميري؟ تعرف الثميري عندنا هنا شارع كبير في الثميري، يعني تراثي جميل. ليش إيه خلاص عارف ليش ما نخليه في الاستديو؟ يعني شيء صار في الاستديو. لا خلها، خلها الحين، انا ابغى اشوف لان بقيسها كمراسل. لا اقصد برنامج الاستديو. احنا بنسال عن ما عندك مشكله. وبالاضافه انت جهز، انا الحين انا المساعد حقك صح؟ قل لي احمد جهز ضيف بيجي تسوي معاه مقابله خلاص. يلا 3 الكاميرا وين عندك؟ 3 2 1 جو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أعزائنا المشاهدين. يوم جديد وانطلاقة جديدة، البرنامج الاستوديو اليوم مليء بالأحداث. معنا أستاذ الكبير أحمد حنيف. الله يسلمك يا مرحبا ومسهلا. يوسف صالح البلوي الله يسعدك إن شاء الله. أنا أتشرف إني أكون معك في هذا اليوم، وإن شاء الله أنها تكون يعني حلقة تنال على إعجاب المشاهدين الكرام. إحنا اليوم يعني زي ما أنت عارف اليوم صاير أحداث كثير بالبرنامج، أحداث مليانة بالحزن ومليانة بوداع أصدقاء وفي ناس خلف الباب، فإحنا نبغى وش رأيك ننتقل لمراسلنا نعرف منه. تفضل طال عمرك، خذ راحتك. ننتقل الآن إلى مراسلنا فهد القيس، يعطينا الأخبار. تقدر تناقشه ترى، ما في مشكله. فهد المايك عندك، تسمعني. حياك الله، حياك الله اخوي ابو حنيف، يا مرحبا. ليش نظرت تحت يا احمد؟ هذا احمد، هذا فهد. فهد المايك عندك يا فهد. احمد، احمد حنيف، سؤال دقيقه. مسوي يعني انت اعلام على راسك. فهد، فهد وين؟ خبرة العب دور. فهد هذا فهد ورا الكاميرا صح؟ اي هنا يتكلم هنا، عرفت؟ فانا ابغى عمليه التسليم. شكرا احمد، يعطيك العافيه. او انه مثلا تكلم الان اتوقع راح يتكلم. اي نعم فهد، اهلا وسهلا. ليت نظر تحت. يلا طيب وش رايك نعيدها على السريع؟ اعطني اللزمه الاخيره. يلا تمام. الان معنا فهد الوقيس. انت هذه كاميرتك. اي هذه هنا. اي الان معنا مراسلنا فهد الوقيس. اذا تقدر احمد تقدر تستفسر منها على الاحداث اللي صايره. اهلا يا فهد مره ثانيه. عيد الناظر في الكاميرا. فهد، فهد حياك الله، تسمعني؟ اسمعك، اسمعك ابو حنيف، يا مرحبا بكم اسهلا. ماني في الحال. حياك الله، اليوم احنا متواجدين في البوليفارد في فعاليات ما شاء الله تبارك الله. ايه نتكلم عن برنامج الاستديو. ايه يقول في برنامج الاستديو ومن احداث اللي صاير. يا اخي تسمعنا انت ولا تسمع في الاستديو؟ لقيت جميل. يلا خلاص. متواجد في برنامج الاستوديو الان، ويبدو ان في فوضى وفي مشاكل عارمه خلف الباب، في استبعادات، في قرارات صارمه. بعرفكم على احد الضيوف. السلام عليكم يا فهد. فهد مرحبا. بالله باك تستفسر لي بالله كيف الشعور، شعور البرنامج من داخل وانطباعهم عن المتسابقين وعن قرارات السلطه العليا؟ والله شعور متعب الصراحه، وسوف ناخذ هذا. طيب انا انت بس بناخذ الان الشعور وبيصفون لكم احد المتسابقين، استمعوا له. يا هلا ومرحبا، لكن ما اعطيتوني السؤال، ايش الموضوع؟
السؤال ماذا توصف الشعور الذي مر بكم ليلة أمس؟ طبعا كان الشعور في بدايته ترح وفي ختام اليوم اللهم لك الحمد فرح. طبعا أخذنا الانتقالة هذه عشان حنا نأكد لزميلنا اللي خرج بأن نجاحنا من نجاحه وأنه راح نكمل النسخة هذه وأن متحدين بإذن الله نقف ومتفرقين آسف لن نتفرق. الله شكرا لك. شكرا لك. ممكن يا فهد تسألنا ضيفك الكريم يعني التغييرات هذه هل أثرت على نفسيات المتسابقين أم أضافت لهم شيء جديد يعني بتجربتهم الجديدة هذه؟ أبو نايف هلا ومرحبا. وصلني سؤال يقول هل التغييرات أضافت لكم شيء جديد؟ طبعا التأثيرات النفسية على اسمه لها تأثير. أخي خلت أمشي جيب لي سؤال ممكن نكمل موضوعنا هنا. طبعا كان لها تأثير نفسي لكن التأثير النفسي هذا يعتمد على الشخص اللي هو راح ياخذه كنقطة بداية أو نقطة نهاية لكل شيء ويوقف ويجلس. الله يعطيك العافية يا فهد. الوقت داهمنا. شكرا لك. الله يعطيك العافية. خلي ختم. خلي يشكر. أنا خلني ختم بعدين بعدين. شكرا لك. يقول تقول ثلاث مراحل. شكرا جميل. شكرا مشاهدي الكرام. أسلمكم. يلا خلصت. شكرا. شكرا جميل. شكرا جميل. الله يعطيك العافية. شكرا متابعينا الكرام. ننتقل الآن إلى المتابعين لا الزملاء أحمد حنيف وصالح البلوي. وتسمعني يا صالح. يا هلا يا هلا يا فهد. الله يعطيك العافية وبيض وجهك ما قصرت. شكرا. النقل للأمانة دقيق ونقل الصورة كاملة. أنت وصلت لك الصورة أستاذ أحمد؟ والله وصلت الصورة وأنا يعني صراحة شفت انطباع جميل عن الأشياء اللي صايرة في الاستديو. هو يعني حدث يعني 50 يوم ما صار أي حدث حزين ولكن الحدث هذا كان حزين بشكل ما تتصورونه. ورغم ذلك في قرارات جديدة اللي هو 2 خلف الباب. فأتمنى لهم برنامج يستمر بنجاح إن شاء الله ويحققون أرقام من أعلى إلى أعلى. وشكرا استاذ يعطيك العافيه. يعطيك العافيه استاذ احمد. اعزائنا المشاهدين ان شاء الله نكون قدرنا ننقل لكم الصوره واضحه للبرنامج. شكرا لكم ودمتم بخير. جميل 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 جميل. يلا مشعل المعجب بسرعه بسرعه سريع سريع بسرعه. ايه ايه اجلس معك مشعل. خلاص طيب سؤال دقيقه بدي لان انا بعدين بعطيكم الملاحظات كل ملاحظاتكم. خليكم شباب بدون صوت. شباب بدون صوت. شباب نقدر نهدأ. خلاص طبعا في حلقه هنا قاعد مشعل كاميرتك هذه كاميرتك هذه هذا لونج. خلاص اللونج اللي هي الكاميرا الطويله البعيده وانت نفس الحكايه عندك الكاميرا هذه. طيب. هذه كاميرتي. ايش منزلها هذه اذا كنتوا بتكلموا يعني ضيفكم المراسل. خلاص ماجد خليك سريع. مين يجي معه؟ جرب عبد المحسن. عبد المحسن ولا فهد؟ عبد المحسن تعال. معليش يا احمد هذه كاميرتي. هذه كاميرا مشعل. ايش بعد؟ انت ضيوفي. يلا ضيوف. هذه اللون مختصره. كيف حالك؟ خلي احداث شو اسمه مراسلنا. انا ابغى التسليم. ما يهمني كلام الحشو. هلا بس التسليم. خلينا نشوف احمد وين. ابغى اشوف عيونك وين تروح الكاميرا. خلاص انا اشوف جميل قاعد يسولف معاه ويطالع فيكم. لا هنا انت عندك الكاميرا هنا. لا تطلع برا الكادر. خلاص اعرف ان هذا شارع. احنا في شارع. يلا 3 صوت صوت صوت. حتى اللي في المطبخ. ضيفك. حتى اللي في المطبخ ضيفي. اي تسلم. 3 2 1 تفضل. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله اعزائي المشاهدين من خلف الشاشات. اخوكم مشعل القحطاني. مسي عليكم بالخير. شكرا لمشاهدتكم. حياك الله. الله يحييك اخوي مشعل. يا مرحبا وسهلا. عليك من عيد. والله من عيد. عيد عيد والله. انا والله لو في برنامج مسجل ولا لايف يطردكم المخرج. 3 2 1 يلا. حياكم الله اعزائي المشاهدين في برنامج الاستديو. اليوم راح نحلل ردات فعل المتسابقين. صالح والله جايني ضحك الحين. تكفى يا احمد جتني حاله الضحك. يلا ولا يهمك. اسمع. حياكم الله اعزائي المشاهدين في كل مكان ومن خلف الشاشات. اخوكم مشعل القحطاني يمسي عليكم بالخير. واليوم عندنا الضيف الكبير معجب القحطاني. حياك الله يا معجب. الله يحييك ويطول عمرك ويبقيك يا اخوي مشعل. كيف امورك؟ يا جعل عمرك طويل على ما تحب. الله يرحم والديك. في بحكم احنا يعني كملنا الى الان ما يقارب 54 يوم في هذا البرنامج حابين نعرف تفاصيل تجربتك في هذا البرنامج. الحمد لله كانت تجربه جدا جميله. جدا مبسوط فيها. 53 يوم مرت بلمح البصر. دقيقة معلش معجب مذيع
ثانوي معاك مو ضيف. مو ضيف. مو ضيف ثانوي. إيه فلا ترحب فيه خلاص. أرحب بزميلي معجب. نقاش بسيط أبو 30 ثانية ونتوجه إلى مراسلنا. يلا. يلا. حيا الله زميلي معجب. الله يحييك يبقيك يا مشعل. تشوف وضع المتسابقين حاليا بحكم أنه مرة 53 يوم إلى الآن. وش رايك؟ رتم تصاعد جدا اللهم لك الحمد. 53 يوم مرت بسرعه باحداثها حزن فرح تتويج ضحك الى اخره يعني مرت لحظه البصر اللهم مشاعر ملخبطه ولا جدا. حياك الله يا ماجد. ماجد تسمعني؟ اهلا وسهلا الزملاء في الاستديو مشعل ومعجب حياكم الله. الله يحييك يا رب. انا هنا من ارض الاستديو احدثكم في ارض الحدث بعد الاحداث التي حصلت والاحداث المثيرة والمهمة جدا بحدث استبعاد وخصومات من السلطة العليا ومن صاحب القرار تركي الدوسري. ف انت تعالوا يا ضيوفي يعني انتم مفروض انكم تجون بسرعة هذه ايه. فمعنا من الضيوف الكرام من برنامج الاستوديو الاستاذ عبد المحسن والاستاذ فهد رقيص حياكم الله. يا مرحبا وسهلا. الله يسلمك. لا ما تحضر الله يكرمك. حياك الله. الله يحييك. تفسيركم بس و شوف ايوه هنا 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 انا اناظر يعني انتوا ناظرين تفضل يلا كمل كمل. الزملاء في الاستوديو والاخوان حكوني تحدثوا معي عن اللي حصل امس في الاستوديو والاحداث التي حصلت المهمه من صاحب القرار ابو سلطان. عندك وصل. اولا الله يحييك وتشرفنا باللقاء معك ونشكر تواجدكم وحضوركم. لكن امسكها مني منه اصبر قول كذي ايوه المايك يكون كذا ايوه تبي اوصل انا اي لا 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 ولا تمسك لا بالله قدمها والله اللي كان حاصل البارح كان جدا مؤثر علينا وكنا مستائين جدا ولكن بشرنا ان شاء الله بالخير وان ان شاء الله ان الوضع بيصير فيه نظر اخر والحمد لله على طول والفوضى كانت عارمه. طيب كيف تشوف القرارات هل هي ظالمه ام صائبه يعني استاذي؟ قرارات البارح؟ ايه القرارات حقت امس البارح ايه تفضل. فوضى عارمه ترى شيء طبيعي جدا اللي يعيشوه كريات فعلا يمكن انا الاقي في الشارع بعض الضيوف اللي يكون اجرأ من المذيع صح فلازم انت الحين ترى ما حاسبهم انا هم بياخذوا راحتهم معك عادي انت اللي ابغى ادق انا قاعد اخذ ايه فبعضهم يمسك المايك منك بعضهم قاعد يضحك انت كيف تتصرف انت لايف مره هذا طبيعي هذا اللي قاعد يحصل معانا فعلا في واحد طلع سلطنا ايوه فانا ابغاك الحين كيف واضح انهم مشاغبين فتبغى تصرفهم بطريقه وشكرا لك وانتقل للاستديو. طيب قبل انا انتهي بس اخوي فهد أبيك تصف لي الأحداث اللي حصلت أمس بس وتصفها اللي ظالمة أم صائبة يعني. والله الصراحة قرارات للبارح والله قرارات 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 ليست صائبة وقرارات لا صائبة صائبة عالم ليش خفت طيب؟ فوضى عالم لا أنا ما خفت لكن القرارات لا واضح عليك أخو ختم معه ختم معه بطريقة حلوة خلاص ونختم معاكم أخواني شكرا جزيلا تشرفت فيكم جدا. أنتقل إلى الزملاء في الاستديو أستاذ مشعل أختم زميل فوضى عارم حياك الله حياك الله يا ماجد الله يعطيك العافية شاكر لك وشاكر لضيوفك الكرام الله يعطيك العافية يا ماجد كيف شفت اللقاء يعطيك العافية يا ماجد ما قصرت صراحة نبي نختم الوقت ضيق صراحة ما نقدر نحن في صاحب القرار جاي ها في صاحب القرار ايوه يقول اختم طيب الى هنا وصلنا معكم الى ختام فقرتنا هذا اليوم انتظرونا ان شاء الله بكره مع زملاء متجددين وحلقات حلقه متجدده بفقراتها بمحاورها والى اللقاء غدا باذن الله تعالى. لا نقول وداعا ونقول الى اللقاء. جميل جميل يعطيكم العافيه. طب خذوا الملاحظات على السريع. من اللي ما طلع؟ من اللي ما طلع؟ من اللي ما شارك؟ بسرعه سريع سريع. اللي ما شارك جميل تعال اجلس بسرعه. من اللي ما شارك؟ اللي ما شارك؟ لا 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 ابغى كمذيع عشان انهي اي ابغى مذيع اللي ما طلع لا كمشاركه بندرع تعال اترك البرجر بيجيك تعال 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 خلي البرجر بعدين الله وعلى عبد المحسن عبد المحسن تعال اعزائي المشاهدين اسعد الله مساءكم بكل خير الحين بندرع خلي امسك المايك ماذا هناك اهلا وسهلا يا اهلا مرحبا خذ المايك طيب سريع الان ابغاكم تقرون خبر الرياض الخبر وش اللي عندك زلزال اي نعم طيب تقرا النصه النص الثاني تاخذه انت تمام وين ورقتك اعطوه الورقه حقت الزلزال خلاص طيب سريع سريع انا بختم طيب بعطي ملاحظات ركزوا معي يا شباب عطني المايك كل عطني المايك رجال وين الزلزال الهاند مايك شوف شباب
بدنا عندك هنا شباب. إذا كنت أنا قدام الكاميرا هذه كاميرتي أستاذ أحمد، إذا كاميرتي هنا عادة أول ما أسوي اللقاء بيكون هنا قدام الشاشة، لو تلاحظوا تطلع لنا لو في شاشة وبنشوف أشكالنا، بنكلنا كلنا اثنين موجودين جنب بعض خلاص. أول ما أخلص يعني أنا أقول له سألت السؤال مثلا، قلت وش رأيك في برنامج الاستوديو، المايك وين خلاص، مو بهذا، هذا اللي من هنا بيكون كذا خلاص، وأنا أبعد على طول المصور إيش بيسوي، بيجي خلاص يطلع بس محمد الحالة تطلع الحالة كنت أوكي. في ناس يسوي زي كذا، وفي ناس يجي بيمسك المايك، في بعض الضيوف فكر يده المايك ما يطلع منك، هذا ملكك انت. في بعضهم يقول لك دقيقه ويمسكه ويصفط المذيع، لا هذا مايكك تتكلم كذا وخلاص. فباك تجرب الحين مع شخص ثاني اوكي. طيب ايه تخليك معه. طيب سريع شباب، ابغاكم تقرون بس، انتم ما لكم دخل في هذا، هذا برنامج ثاني، اقروا للنص خلاص، ابغى اشوف التواصل البصري بعينك وقراءتك. ادري انه كلمات صعبه شويه هنا، ماني مدقق على الشيء النحوي. انت وقفت، ابغى اشوف الكيمياء اللي بينك، انت كيف سكت، ما تقول له كمل، سكتك انت تكمل. يعني افرض انه في ربيز قال لك تفضل عبد المحسن، انت عندك الكاميرا خلاص. وين كاميرتك؟ هذه. وين كاميرتك؟ هذه. 3 2 1. زلزال بقوه 8.1 رختر يضرب المكسيك. ضرب زلزال بقوة 8.1 ريختر درجة جنوبية المكسيك قبالة الساحل قبالة سواحل المحيط الهادي، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل حتى الآن. ويعد هذا الزلزال أقوى زلزال يسجل في البلد منذ قرن من الزمان، وسجلت بؤرة الزلزال على مسافة 87 كيلومترا جنوبي غربي بلدة بيجي جيابان بولاية تشيباس جنوبي البلاد، وامتدت في عمق 70 كيلومترا حسب هيئة الأرصاد الأمريكية. وأصدرت الهيئة تحذيرا عن احتمال حدوث تسونامي من جراء الزلزال في 8 بلدان، وهي المكسيك وغواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا ونيكارغوا وباناما والهندوراس. وكان الزلزال من القوة بحيث اهتزت مباني في العاصمة نيو مكسيكو التي تبعد عن بؤرة الزلزال بمئات الكيلومترات. وذكرت التقارير أن الهزات الأرضية استمرت لنحو دقيقة. جميل. طيب حاول انك نختم. هذه الاخبار اللي هي احوال العالم. سمح. شكرا لكم، شكرا زميلي، ختموا بين بعض. شكرا لك عبد المحسن. طبعا هذا الخبر، هذه الاخبار الى الان، الاخبار العالميه بخصوص الزلزال والتسونامي اللي ممكن انه يحدث في الفتره القادمه، لكي ناخذ حذرنا في حال ان كان فيه طلاب مبتعثين مسافرين انهم ياخذون حذرهم ويعودون الى بلادهم في هذه الفتره. شكرا لك اخي جميل، كنتم طيب معنا في نشره الاخبار في وقت 9، والسلام عليكم. انتم اساتذه، الله يطول عمرك والله حبيبي، والله اساتذه، الله يعطيكم العافيه. ولا قصر في الشباب، عجبتوني مره، التواصل جميل جدا، الكيمه مره لذيذه، قراءتكم الخبر، تسليمكم بيرفكت، الله يعطيكم العافيه. طيب انت في برنامج بعيد بيرفكت، احنا في منتزه الان، منتزهات ابها، وايضا عندنا احد السياح نبغى نسوي معاه لقاء، بدر كيف مالك دخل ببرنامج، انت برنامجك هنا، برنامج مو لايف، برنامج مسجل، يعني طالع من الكاميرا مان وطالع تسجل خلاص. 3 2 1 تبدا. يلا تمام. يلا 1 2 3. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، اسعد الله مساكم بكل خير من منطقه ابها. مع هالاجواء الحلوه والغيوم والامطار والمنتزهات ما شاء الله مليانه بالسياح ومكتظه بالحفلات، ومعنا احد الضيوف. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحبا ومسهلا، الله يحييك. عرفنا عليكم، من وين طال عمرك؟ معجب القحطاني من الرياض طال عمرك. يا هلا ومسهلا، حياك الله اخوي معجب. الله يحييك. كيف شفت منطقه ابها والفعاليات وعطنا انطباعك عنها؟ انا جيت من حر الرياض فتفاجأت ان هنا الجو بارد جدا، وفعلا مثل ما قال محمد عبده فوق هام السحب، احنا هنا فوق هام السحب، فالاماكن جدا جميله والناس كلهم يرحب ويهلي ويعزم، والبراد اللهم لك الحمد، يعني الجو جو خيالي بيرفكت. الله يعطيك العافية، وشكرا أخوي معجب على هذا اللقاء الممتاز. وأنا بشارك ممكن؟ تفضل طال عمرك. يا هلا، أنا سعيد جدا، أنا جايكم من الكويت وجاي للمملكة العربية السعودية. سعيد جدا، الله يعطيكم العافية، وجاي شايف الأجواء الجميلة عندكم، أجواء رائعة في أبها، وجهود كبيرة جدا ما شاء الله تبارك الله. أنا أقول يعطيكم العافية وشكرا على استقبالكم،
وما شاء الله عندكم اكلات لذيذه وجميله، المشغوثه والعريكه والشغلات هذه، فعسى ما يزيد وزني. بس انا شاكر لك وحبيت والله اني معجب فيك، وحبيت ان اتصور معك بعد ما تخلص اللقاء. الله يطول في عمرك يا مرحبا ومسهلا، هذا واجب علينا من اهل السعوديه لاهل الكويت، وحياك الله في بلدك الثاني، ونقول لك مرحبا الف. الله يحييك يا شمال ذلنا نفدعك. الله يسلمك، الله يبارك فيك، بيض الله وجهك، الله يسعدك. على مشوار نستودعكم الله في لقاء اخر باذن الله، وشكرا. جميل جميل جميل. طيب ثلاث ملاحظات بسيطه. احمد عندنا هات احنا جبنا خبر كذا ارتجالي، نبغى نقرا شيء كذا من الورقة. خبر ما مشكلة، ما خبر رياضي، خلي سريع سريع، ما عندنا وقت. طب اجلسوا خذوا دوتو بس بسيط، لا تقروا كله، لا تقروا كله شوي. طيب ملاحظاتي بس عشان اذا ختمته انا بختم وامشي. ممتاز، لاحظوا معي يا جماعة الخير، صلوا على النبي. التواصل البصري مهم جدا، الجلسة مهم جدا. جميل، ما تكلمت عنك، شوف الجلسة، شوف مد رجولك. عادة المذيع إذا في البرامج الاستوديو تكون لا هي رجل فوق رجل ولا لا، تكون مصفوطة زي كذا. الورقة إذا كان معك ورقة، إذا كانت كارت تطلع فيه، إذا كانت ورقة ما تعدي مستوى الأفخاد، تكون على طول هنا، ترفعها بس بشكل بسيط، والتواصل مباشرة ما بين الكلمة وهذه. أنت سويتوها، سويتوا الكيمياء الجميلة جدا. محمد قبل شوي جدا رائع، عجبتني انه المايك مرتفع خلاص، لانه اذا كان كذا شكله مو كذا ما يلقط الصوت. بالاضافه انه انت مجرد سويت زي كذا ابتعدت، اخذت النصيحه وقدمت. ليه؟ الناس يلزق فيه وده يطلع معاه في الشاشه، لا لا لا، هذه في التقارير انك تحاول تبعد عنه. الصوت التواصل البصري كان رائع مره جدا جدا. تفضل. الضيف عادي، بس المذيع لا، المذيع في العاده في الاتيكيت انه ما يحط رجل على رجل. ممتاز. طيب مسكوكة مفتوح رجولك عادي جدا. أعطوني يلا نص كذا سريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن عندنا النشرة الرياضية. شن لاعب نادي انتر ميامي الأمريكية رودلوفو هجوما على قوانين الدوري الأمريكية لكرة القدم بعد شائعات تفيد بأنها ستجبره على مغادرة النادي بغية إفساح المجال أمام النجم الأرجنتيني ليون ميسي. وكان ميسي أعلن في يونيو الماضي أنه سينتقل إلى انتر ميامي الأمريكي، خبر فيرمينيو، منهيا بذلك التكهنات حول وجهته المقبلة بعد أن أمضى موسمين مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. أختم وتحدث عندك الحين. لا خلاص خلاص وقف خلاص. كمل يا رجال. وتحدثت التقارير عن أجر ضخم سيتلقاه البرغوث من النادي مع دخل سنوي يبلغ 50 مليون دولار سنويا في مدة العقد التي تصل إلى عامين ونصف العام. أتينا إلى الخاتمة أعزائنا المشاهدين، أتمنى أن الأخبار هذه أنها يعني أسعدت محبين اليوم ميسي، وشكرا لكم. أكيد أكيد بالطبع، هذا أسعدني أنا شخصيا، شكرا لكم. مرحبا حياك الله. خلاص ما خلتهم خاطر، يلا حياك الله. شكرا، بقول لكم شكرا لكم. جميع المشاهدين من خلف الشاشات، إلى هنا كانت نهاية فقرة أحمد السويري اللي كانت جميلة جدا، ما شعرنا بالوقت هو يمشي. فإلى هنا نختم معكم فقرتنا، ونراكم بإذن الله في موعد آخر. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. شكرا لكم يا جماعة الخير، ترى فاجأني، الله يعطيكم العافية. شكرا لكم، بيض الله وجهكم، ما زال العافية أحمد. الدرجات بعطيها الكنترول، الكل شارك ما شاء الله تبارك الله. الأوراق هذه نبغى ملاحظات. أنا زي ما قلت لكم الملاحظة أهم شيء، أنت جالس الجلسة. هنا الجلسة، التواصل البصري، الالتفاتة بسيطة صح. هنا عادة هنا إذا أبغى ألتفت، إذا أنا أبغى، أنا الحين موجود كذا. طيب. خلاص ما عليك من الاستوديو، أنت بتشوف فعلا في مصور قاعد يتكلم ومدري شلون ذا، أنا أشوف نظراتكم، ما أدري أنتم عايشين هذا برنامج، لا توزع نظراتك هنا ضيفك خلاص. إيه أنتم متعودين على الريالتي، خلي الكاميرا، على بالك ان الكاميرا تلقطك. انا ما عندي الا 4 كاميرات، فانا طالع كذا. شكرا لك، يعطيك العافيه. هنا شكرا لك، يعطيك العافيه. اذا انت متمرس وتدري ان الكاميرا مو عليك، لان بتبين باللمبه الحمراء، شوف اللمبه الحمراء هنا تبين انه مي علي، اضبط، شوف طلع الجوال، شوف وجهك مضبوط عادي. لكن اول ما تيجي الكاميرا تمام. التواصل حتى مع خويك، في ناس يكون جامد مع ما يعطي 1 2، اذا كان موجود قدامي فيقول فعلا وجدنا انه في اشياء كثيره موجوده في هالمكان، فانا اقول حتى لو مو الكاميرا مو علي، بس انا قاعد اعزز له. ليه؟ تخيل اني قاعد جامد كذا، هو بيتاثر ما اقدر. انا منزل زي كذا،
لازم أعطيك وجه. قلت لك لازم. ما شفتك. ما شفتك. اللمبة الحمراء شوف مكانها. ما شفتك. هذا شوف فوق فوق. تعال تعال خذ حاجة بسيطة في الكاميرا ممكن يفيدنا فيها أستاذ أحمد. هذا عادة إذا انقفل الكاميرا إذا انقفل المايك هذا خلاص في هذا منقذ. هذا يسمونه الفرونت. يلقط الصوت اللي برا. فصوته مزعج. لكن إذا جبنا يعني نحاولت إنه ما لقط ذا المايك خلاص احتمال ناخذ منه مع إنه في المونتاج بيطلع سيء جدا بس يمكن فرضا ضرب علي ذا أنا أستغل إني أخذ ذا. فتلاحظ مثلا تشوف مثلا اي الاستوديو مثلا تحصل بودكاست في مهندس صوت خاص يقول يلا 3 يعطون طقه كذا خلاص الطقه هذه حقت المونتاج انه صوت الكاميرا ذي مع صوت الكاميرا ذي مع صوت الكاميرا ذي واحده. فرضا المايك تعطل انك مايك هذا تعطل هنا انقذ انقذ الموقف بثلاث ثواني اربع ثواني ابدا فتسمع الصوت تسمع لا 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 ازعاج بس هذا ياخذ كل الاصوات اللي يقول لك منور هذه الكاميرا هذا هذا هنا اللمبه الحمراء وينها هذه اللمبه الحمراء هذه معناها قاعد تسجل خلاص هذه قاعده تسجل هنا شوفها مكتوب رقم 1 رقم 2 3 شغلها ايش بعد ايش في شغلها نشكر استاذنا الكبير الاستاذ احمد نشكره على المعلومات القيمه هذه اللي اضافت لنا الكثير انزل تحت نشكر الاستاذ احمد تحيه الاستاذ احمد تحيه الاستاذ احمد يستحق التحيه الاستاذ احمد اضاف لنا وعززنا اخويا احمد حنيف خلاص انتهيت انتهيت خلاص استاذ احمد انا فنان خلاص نتكلم باللغه العربيه شكرا لكم يعطيكم الف عافيه والله انا فنان الاوراق المره الجايه ان شاء الله بيجيكم الاثنين او الاحد ما ادري تكون موجوده هذه ما يعني اختبار 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 جد والله جد اي مركز الاول الثاني الثالث نقاط غير النقاط اللي توزع عليكم من اول نقاط خاصه بالاختبار ممتاز خذ الخبر اللي تبيه هذه ثلاث اخبار الورقه الواحده ثلاث اخبار خلصوها الورقه الكبيره عندي الورقه الصغيره خلوها عند هذا الورقه الكبيره عندي هي واحده كبيره طيب هذه كبيره الكبيره اعطوني اياها لان الصغيره موجوده ما عندكم عندكم ثلاث نسخ ليش طيب ما يكون في ثلاث واحده لا موجوده هذه الصغيره هي نفسها اوكي عشان لا عندكم عندك الورقه الواحده فيها ثلاث نسخ حلو ممتاز وزعوا لكم العافيه شباب شوفكم على خير السلام عليكم عافيه السلام مرحبا